قصة الأنبياء. بدأت القصة مع سيدنا آدم عليه السلام وحواء اللذين استمعا إلى صوت الشيطان بدلا من صوت الله سبحانه وتعالى. لم يطيعاه، والعلاقة المتينة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان انقطعت. كان أول من اختبرا الخطيئة، والموت هو من نتائج الخطيئة. حاولا إخفاء نفسيهما بورق شجر لتغطية عورتيهما، لكن لم يسر الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. بدلا من ذلك كساهما بجلد الحيوان. الله سبحانه وتعالى نفسه كان أول من ضحى بالحيوان لتغطية عريهما. أنجب سيدنا آدم عليه السلام وحواء ولدين، قابيل وهابيل. قدم قابيل تقدمة لله سبحانه وتعالى من زرعه، أما هابيل فقدم ذبيحة دم. رضي الله سبحانه وتعالى بذبيحة هابيل، أما ذبيحة قابيل فلم يرضى بها. لماذا؟ لأن أجرة الخطيئة هي الموت التي تفصلنا عن الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يدفع ثمنها بحياة. غيرة قابيل قتلت هابيل وقادت بشريحة كبيرة من البشرية إلى أسفل الظلمة. مع مرور مئات السنين أصبحت الأمور بشعة، فقرر الله سبحانه وتعالى ألا يعيش أحد على هذه الأرض. لا أحد إلا سيدنا نوح عليه السلام وعائلته. طلب الله سبحانه وتعالى من سيدنا نوح عليه السلام أن يبني سفينة كبيرة، وطلب منه أن يعلن عن هذه الرسالة. يوم الدينونة آتٍ، وهناك طريقة واحدة للهروب ولقبول الرحمة من الله سبحانه وتعالى، السفينة. سخر الجميع من سيدنا نوح عليه السلام حتى بانت ملامح الرعد في السماء. هطلت الأمطار وانفجرت المياه من باطن الأرض، بينما الناس لم يكونوا مستعدين لذلك. قتل الطوفان كل إنسان وحيوان، ومات الجميع بسبب خطاياهم. لم ينجو إلا سيدنا نوح عليه السلام وعائلته والحيوانات التي وضعها الله سبحانه وتعالى في السفينة. بعدها جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو المؤمنين، طلب منه الله سبحانه وتعالى أن يقدم ابنه ذبيحة له على الجبل. لم يعجب سيدنا إبراهيم عليه السلام هذا الأمر، لكنه أطاع الله سبحانه وتعالى. لقد برهن عن ثبات إيمانه آخذا ابنه إلى جبل مريا. وبينما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يوشك على تقديم ابنه كذبيحة، أوقفه الله سبحانه وتعالى ووهبه كبشا بدلا من ابنه، افتداه بالحمل وأعاد له ابنه. دم لأجل دماء، حياة لأجل حياة. مرت 400 سنة، أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام لكي يقود شعب إسرائيل خارج مصر. لم يعجب هذا الفرعون ملك مصر، لذا عاقبه الله سبحانه وتعالى بعشر مصائب. في المصيبة العاشرة أرسل الله سبحانه وتعالى ملاك الموت ليقتل الابن البكر من كل عائلة، إلا إذا قدم الناس بدلا خروفا كذبيحة، ووضعوا دمه على عتبة باب بيتهم الخارجية. وهكذا إذا رأى الملاك الدم عرف أن الأولاد في الداخل قد ضحي بهم بذبيحة. فإذا أطاع اليهود والمصريون والعبيد والأحرار أمر الله سبحانه وتعالى، فإنهم حتما سينجون أبناءهم. وإلا حصلت هذه المصيبة في تلك الليلة كما تنبأ سيدنا موسى عليه السلام. بكاء عظيم قد تعالى في منازل العائلات الرافضة لرحمة الله سبحانه وتعالى. بعدها أعطى سيدنا موسى عليه السلام الشعب كتاب التوراة، الذي من خلاله حدد الله سبحانه وتعالى الطقوس لغفران خطايا الناس. قدم الآثم ذبيحة حيوان للشيخ الكبير، بدوره وضع يده على رأسه كرمز لنقل خطيئته وعاره إلى الحيوان. عندها تمت التضحية بالحيوان بالدم المسفوك، تمت تغطية ذنب الخاطئ. تبع النبي داود عليه السلام وأنبياء التوراة عليهم السلام التي قدمها سيدنا موسى إليهم، لكنهم تساءلوا: هل دماء الحيوانات يمكنها أن تغفر حقا خطايا الناس؟ أو هل هناك علامات ورموز تشير إلى المستقبل؟ تنبأ النبي داود عليه السلام بمجيء أحدهم، ملك، سيدنا عيسى عليه السلام.
من نسل النبي داود عليه السلام الذي سوف يحكم ويملك بقوة، فيكون رجلا متواضعا ذا قلب رحوم. هذا سيدنا عيسى عليه السلام بلا خطيئة، كامل طاهر بريء، يتألم ويموت ويكون تضحية جديرة، يكون التضحية العظمى. ولد سيدنا عيسى عليه السلام في حظيرة لأن أحدا لم يجد له مكانا. ولد من عذراء، ولد طاهر ملكا لكن فقيرا من نسل النبي داود عليه السلام. جاء رعاة فقراء من الجوار وحكماء أثرياء من بلاد الشرق ليكرموا الطفل، وشهدوا بأنه هو في الحق المنتظر المسيح عليه السلام الذي به وعدت الكتب السماوية. بشر سيدنا عيسى عليه السلام بالمحبة وبالحق وبالسلام وبالتواضع. كان نجارا متواضعا لكن هو الفيلسوف اللامع. استاء من المنافقين الدينيين الذين يهتمون بالطقوس أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى. أحبه الفقراء والمتواضعون والتائبون والخاطئون. شفى الصم والعميان والبرص وساكني شياطين، حتى إنه أعاد الأموات إلى الحياة. رجل بلا مأوى وهو معلم متجول، دعا محبي الله إلى عيش حياة كاملة. كما أن سيدنا عيسى عليه السلام بنفسه دعا الله سبحانه وتعالى أبي، وأظهر الكامل القدرة للإنسان بأنه يحبه كأب له. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس أبناء له. كان الناس غارقين في عالم الخطيئة، والله سبحانه وتعالى الحي هو القدوس. خطيئة الإنسان قد بدأت مع سيدنا آدم عليه السلام التي فصلت الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. عرف سيدنا عيسى عليه السلام بما يجب فعله ليعيدهم إليه. تنبأ سيدنا يحيى عليه السلام بسيدنا عيسى عليه السلام بقوله: انظروا حمل الله سبحانه وتعالى الذي أخذ خطايا العالم. عيسى كان المسيح عليه السلام المختار الذي اختير لكي يصير ذبيحة عظيمة. المسيح عليه السلام لم يخطئ أبدا، فقد كان قديسا طاهرا كاملا مختارا لدفع ثمن الخطيئة، البريء بدلا من المذنب، القدوس الأوحد بدلا من الإنسان المذنب، يد مفقوبة. قام بهذا من أجل الله سبحانه وتعالى لكي يدفع ثمن خطيئة الإنسان، لكي يحرره من عبودية الخطيئة، ولكي يستعيد ما خسره آدم عليه السلام، علاقة متينة بالله سبحانه وتعالى. لم يمت سيدنا عيسى عليه السلام على الصليب لا بسبب اليهود ولا بسبب الرومان، بل لأن الله سبحانه وتعالى أراد له ذلك حبا بالبشرية. ضحى الله سبحانه وتعالى بعيسى عليه السلام ليتم ما كتبه الأنبياء، إنه سيصبح حمل الله سبحانه وتعالى الذي يرفع خطايا العالم، لك لك ولي. لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد 3 أيام أقام الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام من بين الأموات كما وعد الذين آمنوا به، إنهم أيضا سيرثون حياة الخلود. بعد ذلك وعد عيسى عليه السلام أتباعه بأنه سيعود مجددا، ولكن هذه المرة قاضيا وملكا. المسيح عليه السلام هو هبة الله سبحانه وتعالى للإنسان، أنهم لن يموتوا في خطاياهم ولن ينفصلوا عن الله سبحانه وتعالى، لكن من خلال قبول تضحية عيسى عليه السلام يمكنهم أن يعيدوا هذه العلاقة المتينة بالله سبحانه وتعالى. لكن وكمثل أي هدية، إنها ليست لك إن لم تأخذها وتقبلها.